نعم، حديث أيضا عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما تذكرون من جلال الله، يعني من تعظيم الله، إن مما تعظمون الله به، هكذا هو المعنى، إن مما تعظمون الله به التسبيح والتهليل والتحميد. وهذه كما ذكرنا جمل أو كلمات منحوتة، المعنى تسبحون يعني تقولون سبحان الله، وتهللون، والتهليل هو قول لا إله إلا الله، والتحميد هو قول الحمد لله. قال: ينعطفن حول العرش. ينعطفن يعني يدورن حول العرش، يدورن حول العرش كأنهن يطفن بالعرش، مثل ما يطوف الحاج أو المعتمر بالكعبة. ينعطفن أي يدورن حول العرش. لهن دوي كدوي النحل. دوي كدوي النحل، الدوي هو الصوت الخفي الذي يسمع من بعيد، ولذلك النحل إذا أصدر صوتا يسمى دوي، يقال دوي النحل، وتسمعه مع خفته، تسمعه لأنه يجتمع. لهن دوي، والمعنى أن هذه الكلمات لها دوي من عظمتها وكثرتها حول العرش. قال: لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، يعني تذكر الرب جل وعلا بصاحبه، يعني هذه التسبيحات والتهليلات والتحميدات تقول من فلان، من فلان، تذكرك عند الله جل وعلا.